احتلت مملكة البحرين المرتبة 25 عالميا في مؤشر فعالية النظام القضائي والقانوني في الفصل في المنازعات المتقدمة، متقدمة 8 مراكز عن العام الماضي. كما تقدمت البحرين على مؤشر فعالية النظام القضائي الإداري إلى المرتبة 21، متقدمة بذلك 7 مراكز بحسب تقرير التنافسية العالمية للعام 2016. وقال معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في تصريحات لوكالة أنباء البحرين أن الوزارة تعتزم خصخصة بعض أعمال التوثيق، علاوة على أنها تتجه الآن إلى استحداث نظام توكيل التنفيذ الخاص، ذلك بإعادة رسم إجراءات التنفيذ لتكون بمشاركة القطاع الخاص من المحامين، بحيث يخولون اتخاذ بعض إجراءات التنفيذ مباشرة وتخضع هذه الإجراءات إلى رقابة القضاء، مشيرا إلى أن ذلك سيدفع باتجاه الإسراع في الإجراءات المتخذة وزيادة فعاليتها. وأكد الوزير أن الوزارة مقبلة على مرحلة من التغييرات التي ستنعكس إيجابا على مستوى الأداء وسرعة الإنجاز وجودة الخدمات بما تضمنته الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، والتي تسلط الضوء على أهمية الانتقال بالمؤسسات الحكومية إلى مرحلة جديدة تعكس طموح المستقبل.